بنغاطي كريسنت هو آخر طروحات بنغاطي للتطوير العقاري في قرية جميرة الدائرية، واللي بيبعد خطوات فقط عن أكبر مول في المنطقة. أهم ما بيميز مشروع كريسنت قربه من المدخل والمخرج اللي من اتجاه شارع حصة، بالإضافة أنه بيبعد فقط خطوات عن السيركل مول واللي يعتبر أكبر مول في المنطقة، وهو اللي بيخدم المنطقة والمناطق المحيطة. فبالتالي اللي استأجر واللي استثمر في هذا الجزء من المنطقة على دراية كاملة بأهمية موقع هذا المشروع. يتكون مشروع كريسنت من أرضي طابقين مواقف، من ثم خمس طوابق متكررة، من غرفة وصالة وغرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة، بمساحات بتبدأ من 660 قدم، بأسعار بتبدأ من 670 ألف درهم، يعتبر سعر ممتاز بالنسبة للمشاريع المحيطة. أما بالنسبة لجدول الدفعات فهو 20% دفعة أولى، 40% أثناء الإنشاء، و 40% عند الاستلام اللي حيكون بنهاية 2023. مشروع ممتاز يستحق الاهتمام. لو كنت مهتم اتواصل معي، وإن شاء الله بنختار الوحدة بعناية، وبالتوفيق للجميع.